فترة الحمل كيكون تغير في الهرمونات مما كيؤدي للظهور ديال الكلف أو ما كنسميوه بلوميلازما عند المرأة الحامل. وبطبيعة الحال هذا التغير الهرموني خاصو يكون مرافق للتعرض لأشعة الشمس، يعني باش يظهر عندنا التصبغات. وبالتالي ضروري من استعمال الواقي الشمسي بطريقة جيدة، لأن أحسن حل هو الوقاية، لأن أحيانا هاد التصبغات كتختفي بعد الولادة، ولكن أحيانا نسبة منها كتبقى وكيصعب العلاج ديالها. إذا يستحسن أننا نستعمل الواقي الشمسي جيدا باش كنتفادوا الظهور ديال التصبغات هذه. نختاروا واقي شمسي يكون عنده حماية عالية، يعني SPF 50 بلس من الأحسن، ويكون كيحمينا من الأشعة الفوق بنفسجية من نوع UVA و UVB، ويحمينا كذلك من الضوء المرئي اللي كنعرفوا حتى هو كيزيد لنا التصبغات، ويحمينا كذلك من الأشعة التحت الحمراء. نحاولوا أننا نختاروا كذلك جيدا المكونات، يعني خصوصا في حالة استعمال علاج ديال التصبغات اللي كيكون فيه عامل الحماية. كنا شرحنا الفرق ما بينهم، يعني ما بين واقي شمسي وعلاج التصبغات اللي فيه عامل الحماية، واللي يقدر يكون فيه مكونات أكثر لعلاج التصبغات. وأحيانا بعد هذه المكونات هذه ما كيخصناش نستعملها في فترة الحمل، بحال مثلا مشقات الريتينول. ويستحسن كذلك أن يكون واقي شمسي اللي ما فيهش العطور. علاش؟ لأن من جهة كنتفادوا أن ننهيجوا البشرة ديال السيدة في فترة ديال الحمل، ومن جهة أخرى باش ما كنزيدوش من المشكل ديال الشعور بالغثيان عند المرأة الحامل. وكنفضل أننا في فترة ديال الحمل نستعملوا النيكرون تانتي أو اللي فيه اللون، كيف نقول دائما. علاش؟ لأن دوك الحبيبات اللي مسؤولة على اللون فهي كتحمينا اكثر من الضوء المرئي، وبالتالي كتحمينا اكثر من الظهور ديال التصبغات. وبطبيعة الحال من جهه اخرى فهي كتساعدنا لاننا نخفيو التصبغات اللي كانت عندنا ديجا. بعض السيدات كيتخوفوا من الواقي الشمسي الكيميائي لان كنظنوا انه يقدر يتسرب داخل البشره، وبالتالي غادي يضر لنا الجنين. يعني لحد الان ما كايناش حتى شي دراسه علميه اللي كتاكد ان الفلترات الكيميائيه يعني ما يمكنناش نستعملوها عند الفتره ديال الحمل. ونقطه اخرى مهمه وهي ان منتجات التجميل بصفه عامه يعني حد البشره ما غاديش يتم الامتصاص ديالها حتى للدوره الدمويه، والا في هذه الحاله فهي غادي تولي ادويه، يعني ما كنتكلموش على منتجات التجميل. اذا منتجات التجميل فهي حدها حد البشره. وحتى المكونات اللي كنفضلوا اننا ما نستعملوهاش في فتره الحمل، مثلا بحال مشتقات لافيتامين ا، مثلا بحال الريتينول، فما كاينش دراسات عن استعمالها بشكل موضعي، يعني كاين دراسات فقط حال تناولها عن طريق الفم. غير حنا كنفضلوا انها يعني ما نستعملوهاش حتى بشكل موضعي، ان لان اللي خداوها مثلا عن طريق الفم تقدر تسبب لنا تشوهات عند الجنين. وبالتالي كنفضلوا اننا حتى في الكريمات ما نستعملوهمش للمراه الحامل. وبالنسبه للواقي الشمسي الفيزيائي، نعم يمكننا اننا نستعملوه في حاله مثلا تخوفنا من الواقي الشمسي الكيميائي، يعني هذا كيبقى اختيار، لان في فلترات فيزيائيه مثلا كيف كنعرفوا كيكون فيه ديوكسيد دو تيتانيوم بلوكسيد دو زنك، هاد الحبيبات هادو اولا الفلترات فهما ما كيتشربوش لنا البشره ديالنا، وبالتالي ما غاديش يهيجوها لنا، خصوصا في الحاله ديال البشره اللي كتولي اكثر حساسيه في فتره الحمل. واكيد هاد الحبيبات فبحالهم بحال لي بيغمون او الحبيبات المسؤوله على اللون في ليكرون تانتي، فحتى هي غادي تعطينا واحد الحمايه اكثر ضد الضوء المرئي، وبالتالي حمايه اكثر ضد التصبغات.